الخامس والسابع والتاسع والعاشر والحداشر، هم ست كلينرز. معكم هذا الخاني إن شاء الله، يعني المحاضرة هذه راح تكون يعني أنت هي حاولتني أغطي أغلب الأشياء المهمة، في بعض التفاصيل راح أتركها ما راح أتكلم عنها بالكرينيال نيرفز، بترك لكم يعني خلال السنة تشوفوها. صوت واضح؟ واضح، ممتاز. طيب الأشياء اللي راح أتكلم عنها بشكل عام هو طبعا الكرينيال نيرف التايب حقه، الفونكشن الأساسي أو بعض الفونكشنز، البرانشز بعضهم كلها، والباثولوجيز. غالبا ما راح أتكلم عن النوكلياي والجانجليانز والفايبرز والكورس، أنا هي أو بتكلم عنها شوي بس، يعني هذه مواضيع غالبا تكون يعني للحفظ أكثر، تقعد عليها أنت تروق وتذكرها، فبحاول أكون يعني نوعا ما أشرح لكم الأشياء الفهمية أكثر. حطيت هذه الصورة بس عشان أوضح شيء بالكورس كنت بقوله، إن بشكل عام دائما يعني من أهم النقاط في الكورس هي من وين النيرف يطلع من الكينيوم. طبعا الكينيال نيرفز ليش هي اصلا يعني ليش ندرسها يعني كذا نعطيها اهتمام غير عن باقي الكينيال نيرفز؟ السبب الاول انها تطلع من الكينيوم على طول، ما تطلع عن طريق السباينال كورد، فهذا هي يعني 12 نيرف الوحيد في الجسم اللي تطلع من الكينيوم، عكس باقي النيرفز كلها اللي تروح للجسم. والشيء الثاني هذه يعني ما هو هذا بس يعني سوت ميكس كمان سبيشال، انها يعني معنيه بالسبيشال سنسز اللي هي تيست، الفيجن، الهيرينج، هذه اشياء. من ناحيه اناتومي لما نقسم الكرينيال نيرفز نقسمهم من وين هم طالعين حسب ان ريليشن تو ذا بونز، ففي عندنا اربعه ابوف ذا بونز في من الميد برين وفوق، واربعه من البونز واربعه من تحت البونز من الميدلا. وفي رول ثاني بقول لكم عنه، يعني you notice it وانتم قاعدين ذكروها، ان كل ما كنت ميديال اكثر كل ما كان النيرف الفونكشن حقته موتر اكثر، كل ما كنت lateral كل ما صار اكثر sensitive، واللي في النص طبعا بيكون غالبا mixed. فبتشوفون هذا الشيء الحين في اول نيرف. اول نيرف بتكلم عنه هو الهايبوغلوسال. الهايبوغلوسال it's a purely motor nerve. It supplies all the muscles. طبعا إيش يعني hypoglossal؟ hypo يعني تحت، glossal هو tongue. ف hypoglossal يعني it gives away the function على طول. بما أنه purely motor ف it functions and it innervates the muscles of the tongue except the palatoglossus which is supplied by the vagus. قلت لكم ما بتكلم عن النوكلياي والكورس، بس السبب اللي خليني أتكلم عنه إن هنا بس نوكلياي واحد، the hypoglossal nuclei. other nerves حتكون أكثر، هذا اللي ما خليني أتكلم عنها. وطبعا كل نوكلياي بيكون له فايبر، نوع فايبر. وبالنسبة للكورس اللي خليني أتكلم عنه هو إن it's between the pyramids and the olives. it's very medial. that's why it's purely motor. شايفين كيف إن كل ما كان medial فذات يعني تأكد الثيري حقتنا. وبعدين تنزل مع neurovascular bundle وبعدين it curves وتطلع. فذات يعني هي تنزل تحت هذا وترجع تطلع، فذات واي هايبوغلوسال. النيرف طبعا يعني ذا موتور، طبعا الفانكشن حقته موتور تو ذا تونج. فوش الليجنز بتسبب؟ اكيد ما بيكون عندي في عنده بروبلمز وذ ذا موفمنت اوف ذا تونج، بيكون في اتروفي بيكوز ذا موسل انرفيشن از جون. بس النقطه المهمه اللي بتكلم عنها هو ديفيشن. لما يجيك بيشنت وعنده ليجن في الهايبوغلوسال نيرف، كيف تعرف ويتش سايد it's حيكون في deviation طبعا في التongue؟ هذا أساس يعني he will protrude the tongue من ثم وبيكون في deviation. الغريب إن deviation بتكون to the same side of the lesion. فيعني أنا ليش لما أول ما قريت توقعت إنه بيكون لا to the opposite side، لا هو to the same side. ف if the left hypoglossal is damaged بتلاحظ إن اللسان is going to the left. طب what would happen if both hypoglossal nerves are damaged؟ بتكون ما بقدر يطلع، يعني he will not be able to protrude the tongue. فذات تقريبا 90% عن الهايبوغلوسال نيرف. النيرف اللي بعده هو الاكسسري. هو الاكسسري نيرف اتس برضو بيورلي موتور. ات هاز تو بارتس، واحد جاي من الميدولا والثاني جاي من السباينال كورد. هنا طبعا هو جاي من السباينال كورد ولكنه بيطلع من التينيوم، فذات هذا كذا يعني الشيء اللي يميزه. وهذا السبب اللي قبل شوي قلنا انه بيلو ذا بونز ما قلنا ميدولا، لان في جزء من الليفنت طالع من الـ من الـ من السباينال كورد. فاللي طالع من الميدولا اوبليجاتا رايح للسوفت هذاك للاسوفاجس للفارينكس واللارينكس. وكيف ذات المايند لنا برجع له بعد شوي. السباينال
it goes to the sternomastoid اللي تذكروها من الرسبة والترابيزيس. ف يعني what happens is بخصوص الكورس ان الكورد بيطلع لفوق والبارت اللي طالع من المدلة بينزل و they will join briefly وبعدين بيرجعوا السباينال بارت بينزل للترابيزيس والكرينيال بارت بيروح مع الفيجس وبيروحون للفارينكس واللارينكس والاسوفيس والسوفت باليت. بخصوص الانجري اذا صار في واحد عنده انجري في السباينال كورد في الاكسسوري نيرف غالبا بيكون في السباينال في السباينال بارت. ليش مو الكرينيال؟ لان السباينال بينزل عند النك وبيكون مره سوبرفيشال قريب من الـ من الـ من السكن. فهذا الشيء يخلي اول ان the two possibilities ان يصير انجري يعني تكون في عمليه اياتروجينيك اي ثينك اتس كولد, والشيء الثاني انها ممكن تصير ستاب ووند. فthose are the two ways in which you can injure. طبعا obviously من الفانكشن it's going to the pharynx to larynx فيكون في مشكله في swallowing والspeech. الترابيزيوس والسيرومستويد اكيد they will not be able to elevate or retract when he will not be able to elevate or retract the shoulder, وبيكون في atrophy. طبعا الكلينيكال يعني presentation حتلاحظ winging of the scapula. فزي ما شفنا هنا left side there's a يعني clear winging of the scapula. So that's the accessory nerve. النيرف اللي بعده هو اللي يعني the godfather للparasympathetic nervous system. It's a mixed nerve, the vagus. أكيد درستوه في الرسبة والهذا والكارديو. It's the longest and most distributed. وعشان كده اسمه vagus. Vagus يعني wandering around. So that's what makes the nerve special. وزي ما قلت لكم the main function is the parasympathetic nervous system. للأسف إني حتى هنا بتكلم ما راح أتكلم عن الفايبرز والنوكلياي. بس هي أفضل طريقة إنك تقسم الفونكشنز حقة الفيجس نيرف بما أنها يعني متشعبة هي عن طريق النوكلياي. طبعاً by the way one nuclei usually has one type of function وبيطلع منها فايبر واحد. طبعاً لا نلخبط بين الفايبر والبرانش. الفايبر it's يعني a functional يعني a functional يعني name إنه what type of fiber. زي لو what information is this fiber carrying. فهذا اللي يميز الفايبر. زي ما البرانشز it's anatomical تشوف برانش يعني هنا تشوف برانشز زي كذا ما تأمل الفايبرز ما تشوفها. فهذا it's how to differentiate. أحيانا بيكون زي هنا الفيجس في أكثر من نوكلياي وكل نوكلياي له فايبر واحد. طبعا بيجتمعون in one nerve وبيرجعون يتشعبون بالبرانشز. ما أدري إذا وضحت هي شوي كذا confusing بس يعني you'll get it إن شاء الله. طيب أول function هو طبعا parasympathetic function اللي رايح للجي آي تي للرسبيراتوري سيستم للكاردياك مسلز وللجلاند. سوري السكند فانكشن هي طبعا the first two are motor functions and the second two are sensory. فهذا second motor function هو انه رايح للفارينكس واللارينكس والأبر اسوفاجس والبالت. طب مو قلنا قبل شوي ان الاكسسوري الكرينيال بارت what happens اللي يصير انه الكرينيال بارت it joins with the vagus and they go into the pharynx واللارينكس خلاص يصيرون يتشعبون each one in its own nerve. It innervates the entire pharynx except the sylopharyngeus or the larynx or the entire palate except the tensor palatine. We'll get to that later. And then for the sensory functions, أول شيء عندنا الكيمو والباروريسبتورز اللي في الأيورتيك arch. وبعدين عندنا the other sensory اللي هو رايح للهنا. أوكي ما في سؤال. بس هو الإكسترنال أكوستيك ميتس اللي هي الإذن من برا الأوركل the skin around it ورايح للديوراماتا اللي تذكرونها في المحاضرة عن البرين هي the most the deepest layer توقع deepest layer the deepest layer الديوراماتا. ف general sensation طبعا هذه وهذه طبعا special لأنها كيموريسبتورز وبيروسبتورز هذه. طيب بالنسبة للبرانشز المنينجيال زي ما قلنا رايح للديوراماتا أوريكلر رايح للأريا أراوند إير. الفرنجيال it's motor to everything except the stylopharyngeus. وبعدين عندنا اللارينجيال في عندنا السوبيريور لارينجيال والريكورنت. السوبيريور two branches internal sensory between يعني نقطة between تذكروها في الرسبة everywhere between the pharynx لين الفوكال كورد هذه sensory by the vagus nerve. ال external it's a motor رايح للكريكوثايرويد. ليش مهم الكريكوثايرويد؟ لأن everything else في اللارينكس is innervated by the recurrent laryngeal except the كريكوثايرويد. فين ثانية مو موجود يعني ما درسوها بس I found out يعني فين 2 minutes ago. تذكرون لما قلنا all the muscles except the palatoglossus. The palatoglossus is supplied by the pharyngeal vagus. That's something to know.
وذاتس كايند اوف ثينج شوي نيرف يعني متشعب بس ان شاء الله يعني يو ويل جيت ات ات سم بوينت. وشيء ثاني بس بقوله تراي تو فوكس دائما على الاكسبشنز. هم دائما يعني يبونك تفرق بين النيرفز فذي ويل راح يتكلموا عن الاكسبشنز. اوكي ف ذات واز ذا فيجس نيرف. النيرف التاسع اللي هو الجلوسوفارينجيال. الجلوسوفارينجيال من اسمه نقول جلوسو تونغ فارينجيال الفارينكس. طيب what are the functions of the glossopharyngeal? أول شيء it's mostly sensory, يعني it's not purely fats, part sensory or part motor. The motor function, it's actually only I think the motor function هو رايح للstylopharynges. Just one moment ago قلنا إن the vagus covers the entire pharynx except the stylopharynges. So the stylopharynges is covered by the nerve to stylopharynges. عن طريق الglossopharyngeal. Then we have the tympanic nerve, the tympanic branch. هذه من البرانشز الأحمر. The tympanic branch. Tympanic branch رايح للparotid gland. الحين عندنا في الماوث ال saliva formation جاي من three main glands: the parotid, the submandibular, the sublingual. The parotid أكبر واحدة. فthe tympanic, يعني most of the salivation is going through the parotid gland وعن طريق ال tympanic. So that would give us any idea in what would happen if there was a nerve lesion. برجع لها بعد شوي. Finally بتكلم عن التونغ. طريقة ال innervation حقة التونغ في السنسري. إحنا خلصنا الموتور في الهايبوغلوسا. الحين بنتكلم عن السنسري. السنسري ونقسم التونغ ال posterior one third و anterior two third. فعندنا هنا ال posterior one third ال general with taste sensation عن طريق الجلوسوفارينجيال عن طريق اللينجوال برانش. طيب وش ال وش ال وش ال الحكمة في نقولنا general with taste sensation. نحن نقول sensation. ببساطة طبعا الجنرال سنسيشن قصدنا التمبرتشر الهيت البين بروبيوسبشن هذه الجنرال سنسيشن. التيست قاعدين نتكلم عن اللي هو ساور بيتر سويت ومامي اتوقع هذه I think those are the four main tastes senses that are by the taste. فبوث الجنرال والتيست عن طريق الجلوسوفارينجيال. لما نتكلم عن الانتيريور تو ثيرد بيختلف الوضع بيكون تو ديفرنت نيرفز. فthat was the glossopharyngeal nerve. شيء ثاني اللي هو اوكي nerve lesions. طيب من الفانكشنز يعني حاولوا دائما انكم تستخدمون الفهم عشان تعرفوا يعني what are the nerve lesions. nerve lesion وش بتسبب. اول شيء ال stylopharynges بيكون في عنده مشكله في ال swallowing. بيكون عنده مشكله في كمان بيكون عنده dry mouth لان the largest salivary gland is not innervated. And finally, بيكون عنده طبعاً loss of sensation في the posterior one third, loss of general and taste sensation في the posterior one third. فيعني غالباً عن كل nerve بس هذه نقطة بقولها. Try to يعني memorize one thing, ويعني use it to understand the rest of the information on that nerve. يعني this mnemonics طبعاً يعني abuse mnemonics as much as you can. And that's glossopharyngeal. طيب الحين بتكلم عن آخر نيرفين في هذه المحاضرة. By the way هذه يعني in the actual lecture these are three lectures. ف don't be overwhelmed إذا حسيت المعلومات كثيرة. You'll have plenty of time. طيب آخر two nerves هم الترايجيمينال والفيشل. ليش بشرحهم مع بعض؟ لأنهم they're going to the same area. بس الترايجيمينال more sensory, الفيشل more motor. ف يعني أنا كذا أربطهم ببعض. This بعدين is implicated في the pathologies وفي في طبعاً the function. The first function هو the entire face, the touch will be sensory, اللي هو touch will pain with temperature and proprioception. The proprioception of for the muscles of mastication. والbranches حقة the trigeminal هم three try. أول شيء ophthalmic, it's going to يعني almost the forehead will eyes or a little bit of the nose. The maxillary, or actually I think يعني most of the nose. الماكسيلري اللي رايح around the area around the maxilla وال upper teeth والجم والفاينالي المانديبولر. الأوفثالميك it's going to شوي around the eye شوي around the forehead the nasocillary area. طبعا it's pure sensory. إحنا زي ما قلت لكم trigeminal it's mostly sensory. فالأوفثالميك اللي رايح فوق هذا كله sensory. الماكسيلري كمان all of it sensory for pain touch and temperature. طيب ليش قلنا mostly sensory؟ لأن الحين النيرف الثالث بيكون جزء منه sensory جزء منه motor. نخلص أول شيء ال sensory. أولاً الgeneral sensation عندنا اللي هو رايح عند المانديبل
الجوبون رايح عند اللور تيث والجم وsome parts of the face. طيب the other sensory, أنا شايفين هذه الصورة اللي تكلمنا عنها هنا, ليش خليتها هنا وحتى في اللي بعده؟ لأنه the anterior two third هنا راح نتكلم عن السنسوري والجنرال. الثايجمينال it's for the general sensation for the anterior two third of the tongue. فهذه المنطقة بتكون innervated by the basically صار في عندك مشكلة في المانديبولر, the general sensation for the anterior two third اللي هو pain temperature كذا it's gonna be lost. هذا sensory function. Now for the motor function. ما راح أتكلم كثير عن motor function لأنه يعني memorization that's your problem not mine. فعندنا 8 muscles, 4 for mastication و 4 other mastication يعني chewing أو yeah. ف mastication يعني chewing و 4 other nerves around the neck. طيب الحين الفيشل خلصنا ال sensory part of the face. الحين الموتور part. الموتور part of the face أول شيء بخلص من ال sensory عشان خاصة نختم التون. إحنا الحين خلصنا ال anterior two third قلنا ال general taste من ال trigeminal. الحين نجي لل sorry general sensation لل trigeminal. ال taste جاي من الفيشل for the anterior two third. ف that's the sensory function. الحين للموتور function أول شيء عندنا رايح لل muscles of the face around the eye, the forehead, the muscles of the face with the scalpel طبعاً, ورايح لل the muscles around the muscles of the auricle. There are a list of other muscles ما كتبتها, بس كتبت the posterior belly of digastric and stapedius. ليش كتبتهم؟ حلو, لما نقول digastric muscle عندنا posterior belly و anterior belly. The anterior belly جاي من ال trigeminal, it's one of the four other muscles. أما posterior جاي من facial. So that's one way to يعني differentiate between the two nerves. Finally stapedius. ليش مهم stapedius؟ لأنها you will learn about in the next lecture هي عن الإير. ف the ear this muscle basically when it contracts it changes أو يعني it modifies the amplitude for the hearing. فإذا كان عندك مشكلة بيكون عندك there's going to be a pathology with the hearing. ف this is for the function. نقطة بس بقولها عن البرانشين قبل ما أدخل على الباراسيمبثيتيك, إن ال النيرف it goes into the parotid gland. كتبها؟ لا. طيب it goes into the parotid gland وبيكون عندك التيمبورال برانش اللي رايح هنا, عندك الزيجوماتيك البكل المانديبولر والسيرفيكال نازل عنك. ف those are the branches. وقبل ما تدخل في الباراتيد gland تعطيك two parasympathetic أو two branches that have a parasympathetic function. أول واحد رايح للsubmandibular والsublingual which is either two other salivary glands في المعث. مو قلنا ثلاثة parotid, هذا the two other. طبعاً by the way this information I know it لأني خلصت الجي آي تي, بس it's يعني don't go this deep في المحاضرة, بس just يعني to note في الـ CNS. بعدين عندنا النيزل واللاكريمال glands اللي هم النيزل في النوز طبعا واللاكريمال it's when you cry around the eye. ف that was the أو صح في شيء نسيت عن الترايجمينال بجي بعدين. هذا this was the function for the facial. في pathology مهم يصير في الفيشل طبعا زي ما قلت لكم تراي قبل ما ندخل الموضوع فهم. فعندنا facial motor وترايجمينال sensory. فغالبا إذا كان عندنا مشكلة في الفيشل نيرف pathology how will it be presented sorry it will be presented as a problem with the motor function. فthat's what we have called Bell's palsy. It's basically a paralysis of the when any damage occurs to the facial nerve بيكون عندنا paralysis of the muscles of facial expression. أول function أول مشكلة راح تصير عفواً بالبيلز بالسي هو drooping of the lower eyelid وهذه لها implication. Sagging of بتكلمها شوي. بعدين عندنا sagging of the mouth angle بتلاقي الفم نازل شوي ودribbling of the saliva. ليش؟ لأن the mouth angle is sagging. Then we have loss of طبعاً facial expression, chewing, blowing, suckling. The muscles هذه those are the functions of the muscles around the face. وطبعاً because of that he won't be able to show the teeth. Finally اللي هي موضوع ال drooping of the lower eyelid or cannot close the eye on that side. طب وش هذه ما هي يعني باحث هلا منها ولكن it is يعني clinically important إنه because he can't close the eye راح يكون عنده irritation. فلاحظين هنا إنه the eye is red لأنه he can't close it فصار في irritation.
طيب في نقطة أخيرة عن البيلز بارتي. لو تذكرون قلنا أن الكينيال نيرفز كلها تطلع غالبا من البرين ستم. وين في صورة البرين ستم؟ من البرين ستم. حلو. طيب أوكي النوكلياي اللي في البرين ستم ما أدري إذا حد شرح هذه ولا بس بقولها جاية من الكورتكس ونازلة لين البرين ستم. فإذا صارت في الباثولوجي في الفيشل نيرف إذا كانت جاية من عند البرين ستم وانت رايح للفيس هذه اسمها lower motor neuron lesion. إذا كانت في المنطقة اللي هي من الكورتكس حقة السيريبروم لين النيرفز اللي رايحة لل mid brainstem فهذه it's upper motor neuron lesion. طيب إيش الفرق بينهم؟ إذا كانت lower the whole face is affected including the eye or the upper face. إذا كانت في the upper motor neuron lesion the upper face will be intact. فthis was Bell's palsy. الحين هذه كانت باثولوجي حقت الفيشل. آخر باثولوجي بتكلم عنها هو حق الترايجمينال. طبعاً الترايجمينال نيرف it's a sensory. It's a sensory nerve. فthe pathology will also be a sensory pathology for sensation. فwhat happens في الترايجمينال نيورولوجيا إنه بيكون في compression للترايجمينال نيرف فراح يسبب يعني a stabbing pain. فيها تكتاز by stabbing بيكون طبعاً it usually affects the maxillary mandibular nerve فبتكون around the jaw. The ophthalmic usually spared في هذا الكونديشن. ف يعني this concludes the lecture. باقي بس شوية أسئلة. إن شاء الله أنها كانت يعني سهلة وما كانت overwhelming. فيا والحين في اسئله عن الـ عن البرانش اللي بتكلم عن النيرفز اللي تكلمنا عنها. اول واحد اللي هو ال سوري ما في اسئله يقطع. اوكي anyway. طيب التيمبانيك برانش اوف ذا كلاستروفارينجيال اول واحد which of these is supplied by the tympanic branch of the glossopharyngeal اي اوكي حلو فيسين لا مو بي اي تمام طيب اوكي the 12 اوكي lesion of the 12th cranial nerve would not affect which muscle برضو اوكي platyglossus طيب صح it's the only nerve that is not it's the only muscle in the tongue that is not supplied by the 12th cranial nerve finally the last question stimulation of which nerve could lead to yeah, could lead to salivation and lacrimation. Facial. Okay, في ناس قالوا glossopharyngeal وvagus. It's facial. Okay, حلو. هنا شوي كان tricky. أنا قلت salivation lacrimation. أنا نفسي أول ما قريت سؤال قلت salivation خلاص واضح. هذا glossopharyngeal. لأن قلنا most of the هي parotid gland اللي هي the largest salivary gland جاي من الglossopharyngeal فخلاص بس إنه قال glossopharyngeal بس إنه قال sorry بس إنه قال salivation and lacrimation فهذه من الفيشل ليش ضعيف لأن هنا عندنا submandibular و sublingual رايحين للmouth ف that's the salivation the two other glands that يعني produce saliva والنيزل واللاكريمال اللاكريمال اللي هي for the crying يعني for the gland around the above the eye فthat's why it's facial this concludes the lecture I hope يعني it was يعني كانت خفيفة و if you have any questions please let me know وفي سؤال how is it happening the division can you explain how the accessory nerve divides into the cranial E طيب ال بالنسبه لل وين